ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الأعزاء، وحضراتكم بعتولي كتير جدا في فقرة اسأل منى تسألوني. معظم البنات والستات دلوقتي عندهم مشكلة فظيعة، شعرهم يا إما متقصف تماما يا إما بيقع بشكل غريب، ناس بتقول من المية، ناس بتقول من الحالة النفسية، أسباب كتير احنا ما نعرفهاش، وممكن ناس بتتوقع أسباب. بعتولي وقلتولي طب نعمل ايه، شعرنا عمال بيقع. طبعا علشان نجاوبكم على السؤال ده جبنا خبيرة تجميل مميزة جدا في هذا المجال معانا ومعاكم النهاردة. منشرفنا ومنورنا في الاستوديو خبيرة التجميل مدام رندا، صاحبة مراكز تجميل ميس رندا. بنرحب بحضرتك. اهلا بيكي حبيبتي، نورتينا النهاردة. ده نورك، تسلمي. البنات كلها بيقولوا شعرنا بنقع بيقع، نعمل ايه؟ قولوا لهم يعمل ايه اسباب وقوع الشعر الاول؟ بيبقى اسبابه كذا حاجة مش حاجة واحدة. وقوع الشعر يعني مبدئيا في نسبة منه ان الفيتامينات بتبقى عندها قليلة في الجسم، عامل وراثي، بس النسبة الأكبر طبعا المواد الكيميائية اللي بيحطوها على شعرهم، الصبغات بقى والبروتينات اللي بتتعمل والحاجات دي كلها بتبهدل طبعا البصيلة، بتوقع الشعرية جدا. فلازم يعني نختار بس الحاجة اللي بنحطها على شعرنا بعناية شوية، تمام، علشان ما نرجعش لنفس النقطة تاني ان شعرنا يقع تاني. صح. فمحتاجين ان ايه نختار إيه مبدئيا، لو الشعر بيقع وما عندناش انيميا اهم حاجه ندور الاول على الانيميا، على ممكن يكون ضعف في الجسم. طبعا، تمام، ما يكونش وراثه، تمام، بس نبدا نعالج بقى من هنا، نشوف الاسباب الاول اذا كانت طبيه او غده درقيه مثلا. كل الحاجات دي بتاثر على الشعر. لازم الاول نطمن من دول الاول وبعد كده نبدا نعالج. تمام. بما ان حضرتك بقى خبيره تجميل وخبيره في هذا المجال، قولي لنا، انا عرفت ان انت عندك حل سحري والبنات كلها والستات بيشكروا فيه، عايزين بقى تشاركينا التجربه النهارده مع مشاهداتي ومعانا كمان. بصي، هو ايه بقى اللي بتعمليه عندك في المركز بيمنع التساقط ده؟ بيمنعه نهائي من اول يوم، من اول يوم يوقف وقوع تماما. انا شفت ريفيوهات والبنات فرحانه جدا. فعلا، ما شاء الله، والشعرايه بتنبت تاني، والجذور بتلاقيها لو مفرغه بتيجي تاني تنبت وتطول الشعرايه في خلال 6 شهور، في خلال شهرين البيبيهير يبدا يطلع. لا ثواني، يعني هو بس مش بيوقف التساقط، لا ده كمان بينبت الشعر اللي هو الاماكن الفاضيه. وعلى مسؤوليتي كمان، يعني لو ما جابش ده نتيجه ده بضمان المكان. ما شاء الله، ايه ده بقى، ايه الحل ده؟ بصي، هو 3 حاجات بحطهم على بعض، بمعنى الكافيار، البوتوكس، الفيلر، كلنا عارفين فوائدهم الثلاثة يعني. فتخيلي لما الثلاثة ينضافوا على بعض هيجيبوا نتيجة هايلة جدا يعني. يعني حضرتك بتحقنيهم ولا بتعمليهم ازاي؟ لا، زي مثلا جلسة كده في الـ في الـ في المكان، في السنتر، بتتعمل بتقعد على الأقل بتاع 3 ساعات، بتوقف التساقط تماما تماما. ومن تاني يوم، يعني هو عبارة عن ايه؟ عن ماسك؟ ماسكات، ماسك بس هي مرة على الشعر، مركب من كافيار وبوتوكس والفيلر. تمام. الماسك ده بتحطوه لمدة 3 ساعات، تمام، وبعد كده بتروح. من تاني يوم خلاص مفيش وقوع، ما شاء الله. ممكن لو هي مثلا الموضوع عندها كان متفاقم شويه يبقى نتابع كل 6 شهور مره، كل 7 شهور مره. حلو قوي. يعني مش كل يوم مثلا، ولا كل اسبوع قوي، ولا كل شهر. بالظبط، خالص يعني كل فتره كبيره. ما شاء الله. طب الماتيريالز دي حضرتك بتجيبيها في مصر؟ لا، يعني في المتناول ولا بتجيبيها؟ لا للاسف، ايه سر من بره. بجيبها من بره بصراحه. قولي لنا ايه السر. هي استيراد. ايوه، استيراد من بره، فالحمد لله بتبقى يعني جابت نتيجه هايله. انا نفسي بعملها لاولادي، وهم اطفال، امنه جدا على الاطفال، على الحوامل. ما شاء الله. لا، يعني اللي الحامل اللي بترضع الاطفال كل دول امن جدا جدا. ويا ريت نبطل موضوع البروتين، لسبب البروتين بهدل شعر ناس كتير قوي الفتره اللي فاتت. المشكله في حاجه، اللي بيقولوا لهم ان البروتين ده نانو كرياتين. بصي، طالما دخلوا كرياتين مصيبه، وما فيهوش اي كيميكالز، وده حاجه ناتشرال، وحاجه كل ده كدب كلام. كدب كل ده كدب، معلش. ما احنا دلوقتي هنحط بروتين او كرياتين او ايا كان المسميات، هيفرد ازاي الا اذا كان فيه فورمالين؟ بالظبط. صح، هو الفورمالين ده كارثه، مصيبه، كارثه، بيموت البصيله بتاعت الشعر تماما، وبيقصف، وعلى المدى بتلاقي شعرها خلاص عمل زي اللي عندهم صلع.
بيجي لي ناس يا حبايبي بيبقى شعرهم متقطع جدا زي دقن الرجاله. يا نهار ابيض، والله صغير جدا ومتقصف جدا. متقطع فعلا تماما. طيب يا مدام رندا، انت قلت لنا ان الماسك التحفه ده اللي بتعمليه عندك في البيوتي سنتر تمام، بتضمني لدرجه ان انت بتقولي للمشاهدات لو ما جابش النتيجه ارجع لك فلوسك. دي حقيقه، يعني ما شفت الثقه اكتر من لا كده. لا لا، وانا بقول لحضرتك لو فعلا ما جابش النتيجه معاها من تاني يوم وقف وقوع تاخد فلوسها فورا. طبعا مشاهدينا الاعزاء ده حل هايل، وما شفتش بصراحه اي حد طلع وقال الجمله دي، يعني دي بتدل على الثقة العمياء، ثقة قوية جدا في ان البرودكت ده بيجيب نتيجة هايلة جدا. للتواصل مع مراكز تجميل ميس رندا الارقام موجودة على الشاشة، وكمان عناوين البيوتي سنترز، وكمان الصفحة بتاعتهم على الفيسبوك. يا ريت ننزل بقى الصور ونشوف الشعر قبل وبعد، ونشوف الجمال والابداع اللي حضرتك عاملاه. الله يخليكي، بحب جدا. اوكي، طبعا احنا شايفين الصور على الهوا حاجة فوق الهيلة. سلام. ما شاء الله. ده كان تساقط ولا ده ايه؟ ده كان تساقط وهيشان. يعني دي يعني برضو شعرها كان بالنسبة لهي انها كان طويل جدا جدا جدا. تمام. وراح اتقصته عشان بهدل. دي كده تعتبر الجلسات متابعة معايا كل ست شهور. تمام. لا انا شايفه ده بقى شعرها بقى هندي ما شاء الله. شعرها بقى هايل، بتبقى تحفه، بتملى في ثواني. ما شاء الله. في خلال بس شهرين. انا شايفه حاجه بقى. اتفضلي. هو حضرتك بيبقى شعرها كيرلي او ويفي وبعد كده بيبقى ليس، هو الماسك ده بينعم كمان؟ بينعم وبيدي طراوه ولمعان للشعر جميل قوي. ما شاء الله. تحسيه طبيعي طبيعي خالص. لا هايل بجد. طب اسعاره بقى عامله ايه؟ مش غالي والله، يعني انا عامله يعني تخفيض زي ما قلت لحضرتك الحلقه اللي فاتت 50% برضه. ما شاء الله. بيبقى مثلا ما بيزيدش عن 1500 2000 ده اليومين دول. والله يا بلاش، لان اللي بشعرها بيقع دي بتصرف مبالغ لن تتخيليها، وبيأثر على نفسيتها قد جدا إيه، وبتبقى متدمره نفسيا. بيجي لي ناس حقنوا. ايوه والله حقنوا وما لقوش نتيجه. وبعد الحمد لله لما بيتعاملوا بالعلاج بتاعي اقسم بالله بيجوا الحمد لله يا رب بفضل الله بيشكروني جدا ان صرفوا كتير جدا 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 وما لقوش النتيجه اللي هم عايزينها، ولقوها الحمد لله في المجموعه دي. قد ايه بنفرح، قد ايه بنفرح لما بنلاقي نتيجه هايله زي كده وبشكل سريع وبشكل هايل، وحاجه ناتشرال، يعني حاجه مش هتاثر على حضرتك. لا خالص. بالظبط، يعني ما فيهاش كيميكالز. لا 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 خالص. تأثر بقولك علينا. انا بعمله لاولادي من هم اطفال. حتى الحوامل. الصغيرين. في فيديو كمان معانا لحضرتك وانت بتشتغلي حبيبتي. ما شاء الله. ده كان ايه بقى؟ الله، لا مش ايه ده، ايه ده، ايه ده، ده ايش خيال. ده الشعر ده بقى كده. ازاي الكلام ده؟ والله هايل. وكلمتني على فكره بعدها قالت لي ما بقتش شعرها تقع. ما شاء الله ما شاء الله، ما بقاش في شعرها خلاص بتقع. يا رب. هايله حبيبتي، ربنا يخليك. انت لن تتخيلي انت بتعملي ايه، انت لما بتغيري شعر واحده كده انت بتغيري نفسيتها جداً تماما جدا. يعني الواحدة لما بيبقى شعرها فيه مشكلة بتبقى متدمرة نفسيا وما عندهاش أي ثقة، زيرو ثقة في نفسها. صح. عايزة أقول لك بنتي الصغيرة كانت بتبقى عيني نفسيا متدمرة عشان شعرها كيرلي برضو مش بيطول. عملته لها، بتقولي كانت في تروح الحضانة ماما اشمعنى أنا شعري مش بيطول. عايزة أقول لك تعالي شوفي شعرها دلوقتي ما شاء الله، وثقتها زادت وبقت مبسوطة جدا. أنا بيعجبني في حضرتك يا مدام رندا ان البيوتي سنتر عندك كامل متكامل. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا فيها عن المايكرو بليدنج وتوريد الخدود والشفايف، والنهارده اتكلمنا عن الشعر، وفي حلقات كتيره جايه ان شاء الله مع خبيره التجميل رندا، مش هتسيب لكم حاجه في التجميل غير لما تتكلم عنها. بجد في نهايه فقرتنا بنشكر حضرتك من القلب حبيبتي، ربنا يخليك. انت اسعدتينا. انا اللي بشكرك جدا، ربنا يخلي حضرتك. الساده المشاهدين، في نهاية فقرتنا مشاهدينا الأعزاء بنشكر مدام رندا صاحبة مراكز تجميل مس رندا، والأرقام التليفونات والعناوين موجودة على الشاشة. وطبعا حضراتكم لو حبيتوا تتواصلوا مش هتندموا أبدا، كل البنانيت الحلوين تواصلوا ومش هتندموا، عندها حل لكل حاجة. هنطلع فاصل وهنرجع لكم على طول، استنونا.